السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن internal hysteresis in beams. إيه بقى موضوع internal hysteresis ده؟ بيقولك لو إحنا عندنا بيم بالشكل ده، البيم ده simply supported، تمام؟ وبيأثر عليه مجموعة من الفورسز F1 distributed force، F2 concentrated force، F3 axial or normal or thrust force، تمام؟ لو إحنا جينا نبص بقى على increment صغير كده جوه البيم بتاعه، وعايزين نشوف بقى هل ايه الفورسز اللي بتأثر، ايه الستريسز اللي بتأثر عليه. هنلاقي ان هو في ستريس سيجما اكس في الاتجاه ده، سيجما اكس، وعكسها الناحية التانية نفس الكلام سيجما اكس، وعندنا الفوق هنا سيجما واي، وعكسها الناحية التانية سيجما واي، وفي عندنا تاو اكس واي اللي هي رايحة بالشكل ده، دي تاو اكس واي، وادي هنا عندنا تاو اكس واي برضو الناحية التانية، تمام؟ ده طبعا احنا بنتكلم عن ان انت خدت انج خدت اكنت في التي في ال 2 دي، تمام؟ لسه ال 3 دي بقى اللي هو ايه؟ يبقى كيوبد، وفي بيخش معانا الزد دايركشن كمان. طب مين بقى السيجما اكس والسيجما واي والسيجما اكس واي؟ سيجما اكس، سيجما اكس هي نورمال ستريس، ستريس ان اكس دايركشن، تمام؟ طب مين سيجما واي؟ سيجما واي هي برضو النورمال ستريس ان واي دايركشن. اخر حاجه تاو اكس واي هي شير ستريس، شير ستريس. جميل. طيب امتى بقى فين يعني فين سوري الساين بتاعتنا او البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الاشارات دي، ساين كونفنشن؟ يعني لو انت عندك البيم بتاعنا الاليمنت الانكمنت اللي احنا اخدناه او الاليمنت اللي احنا شغالين عليه، الاتجاهات بتاعه الاستريسز بتاعته سيجما اكس كده اهو، سيجما واي لفوق، وعندنا هنا التاو اكس واي بالشكل ده، ده في الحالة دي احنا بنقول ان الاشارة دي بوزيتيف، يبقى الاشارات دي كده بالنسبة لنا ايه؟ بوزيتيف. اي حاجة عكس الكلام ده يبقى نيجاتيف. يعني النيجاتيف بالنسبة لنا هو ادي البيم بتاعنا او الاليمنت بتاعنا، سوري الاليمنت بتاعنا اهو، بيأثر عليه السيجما اكس اللي جوه كده، سيجما اكس وسيجما واي لفوق وهنا لتحت، والتاو اكس واي عكس اللي موجود هنا، تمام كده. دي تاو اكس واي، تاو اكس واي ده كده بالنسبة لي الإشارات دي كلها نيجاتيف. جميل لغاية هنا. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف بقى نحل الكلام ده ازاي. يعني دلوقتي احنا خلاص عرفنا، احنا دلوقتي عرفنا الاليمنت ده بيأثر على الليست ريسز ان اكس دايركشن بكذا وان واي دايركشن بكذا، وعندنا تاو اكس واي بكذا. هل احنا بنخاف من اكس وواي؟ لا، احنا ما بنخافش من الليست ريسز ان اكس وواي، احنا بنخاف من الليست ريسز الماكسيمم. يعني انت بتخاف من الليست ريسز الماكسيمم، السيجما ماكسيمم، وبتخاف من الشير ستريس ماكسيمم، لان هو ده اللي هيحصل، هو ده الايه اللي بتبدأ تعمل عليه الديزاين بعد كده، تمام؟ طيب يبقى احنا نبدأ نخش على المرحلة اللي بعدها، ازاي نحسب نحسب ازاي الانترنال ستريسز في البيمز. طيب ازاي بقى؟ احنا عندنا طريقتين، الطريقة الأولانية اللي هي الاناليتيكال ميثود، والطريقة التانية اللي هي الجرافيكال ميثود، تمام؟ يبقى احنا عندنا انترنال ستريسز، خش دلوقتي على الانترنال ستريسز سوليوشن ميثودز، انترنال stresses solution methods. الطريقة الأولانية اللي هي analytical method، يبقى أول طريقة هي analytical method. الطريقة الثانية هي graphical
اللي هي بنسميها المور سيركل. تمام، اللي هي طريقة مور او دايرة مور. تمام، طيب نبدأ نتكلم واحدة واحدة. نتكلم اول حاجة على الاناليتيكال، وبعد كده نخش على ايه الجرافيكال. يبقى اول حاجة فور analytical method. انت عندك ايه بقى؟ احنا قلنا ان احنا عايزين نحسب السيجما ايه ماكسيمم والتاو ماكسيمم. اول حاجه لو انت عندك البيم الاليمنت بتاعك اهو اللي عليه الاستريس السيجما اكس وسيجما واي والتاو اكس واي، ادي سيجما اكس، وعندك اللي فوق سيجما واي طبعا عكسهم من الناحيه التانية، وعندك هنا تاو اكس واي بالشكل ده. طبعا انا عملت سيجما اكس بالشكل ده، وعندنا سيجما اكس الناحيه التانية عكسها، وعندنا سيجما واي هنا الناحية التانية عكس اللي فوق، والتاو شير ستريس بالشكل ده تاو اكس واي. تمام، انا عايز دلوقتي احسب الماكسيمم نورمال ستريس. فانت عندك الماكسيمم نورمال ستريس او الماكسيمم مينيمم بيتحسبوا مع بعض في العلاقة الجاية دي، اللي هو سيجما ماكسيمم مينيمم ايكوال سيجما اكس بلس سيجما واي اوفر 2 بلس اور ماينس بلس فور ماكسيمم ماينس فور مينيمم روت سيجما اكس ماينس سيجما واي اوفر 2 اول سكوير بلس تاو اكس واي سكوير. تمام، بعد كده عندك الفا 1 والفا 1 دي بقى ايه اللي بتحسب اللي بيحصل عندها السيجما ماكسيمم. يعني دلوقتي انت ده عند السيجما اكس، طب سيجما ماكسيمم دي بتحصل فين؟ بتحصل عند روتيشن بالفا 1. الالفا 1 دي اللي هي 2 الفا 1 ايكوال 10 ماينس 1 2 تاو اكس واي اوفر سيجما اكس ماينس سيجما واي. اقفل القوس بتاعك، وده طريقه يعني ده كده سيجما ماكسيمم مينيمم، وعندك الناحيه الثانيه الالفا واحد اللي برضه بيأثر عندها السيجما ماكسيموم. تمام، طيب نخش بعد كده على نشوف بقى حتة التاو بقى. انت بتقول ان انت عندك هنا سيجما ماكسيموم ومينيموم. تمام، ايه اللي بيحصل؟ التاو بقى الكورسبوندنج شير ستريس موجود عند النقطه دي بكام؟ اللي هو التاو سيجما ماكسيمم مينيمم بيساوي زيرو. تمام، سيجما ماكسيمم هتلاقي وان سيجما مينيمم الاثنين بيبقوا ايه عموديين على بعض. تمام، طب الانكريمنت بتاعنا بيأثر ازاي بقى؟ بتروح تعمل الزاويه الفا، وانت بتقول ان هو بيحصل روتيشن بزاويه الفا. تمام، يبقى انت هتعمل زاويه الفا كده اهو الفا 1، وفي عندك الاليمنت بتاعك بالشكل ده بيأثر عليه بقى. هنا هيبقى هنا السيجما ماكسيمم وهنا السيجما مينيمم. تمام، والتاو ماكسيمم والتاو التاو اللي عند السيجما ماكسيمم مينيمم طبعا بايه؟ بزيرو زي ما اتفقنا قبل كده. تمام، يبقى احنا عندنا هنا نفس الكلام سيجما ماكسيمم وهنا سيجما مينيمم. تمام، ده بالنسبه لمين؟ للنورمال ستريس. نخش بقى على الشير ستريس. الشير ستريس ماكسيمم شير ستريس بنحسبه ازاي بقى؟ ليه علاقه كده؟ طبعا القوانين دي كلها احنا ما بنحفظش منها حاجه، القوانين دي بتبقى جيفن. تمام، يبقى احنا عندنا تاو ماكسيمم ايكوال روت sigma x minus sigma y over 2 all square plus tau xy square، وعندك 2 alpha 3 دي الانجل اللي هي او الروتيشن اللي بيحصل عنده التاو ماكسيمم، دي بتساوي 10 minus 1 minus sigma x minus sigma y over 2 تاو اكس واي. جميل،
ده كده التاو ماكسيمم، وهنا ده كورسبوندينج انجل اللي بيحصل عندها الروتيشن بالفا 3 اللي عندها التاو ماكسيمم. في قانون تاني الالفا 3 اللي هو بيساوي الفا 1 بلس اور ماينس الفا 45 دي جي، تمام، اللي هي باي اوفر 4. تمام، طيب يعني ايه بقى بلس اور ماينس؟ دي بلس اور ماينس يعني انت لو عندك الالفا 1 موجوده فوق، لو انت ادي مثلا الفا 1 اهي موجوده بالزاويه دي، الفا 1 فوق، يبقى الفا 3 بالماينس تحت، ماينس 45 تحت، الفا 1 ماينس 45، تمام، دي الفا 3. طب لو الفا 3، لو الفا 1 تحت يبقى الفا 3 فوق، تمام، يعني هما عكس بعض، تمام. طيب احنا حسبنا هنا التاو ماكسيمم، واحنا لما كنا بنتكلم عن الماكسيمم ستريس قلنا التاو اللي عند الماكسيمم الماكسيمم نورمال ستريس بتساوي زيرو، تمام. طب اللي عند التاو ماكسيمم، عند الشير ماكسيمم، عند الشير ستريس ماكسيمم، السيجما بقى عندها هنا عند التاو دي بنسميها سيجما واحد، سيجما واحد وسيجما واحد وسيجما اتنين، تمام، سيجما واحد وسيجما اتنين بيساوي بعض، بيساوي سيجما اكس بلس سيجما واي اوفر 2، تمام. طيب قبل ما نمشي من الحته دي عايزين نرسم بقى ايه الحته اللي عندها ايه التاو ماكسيمم، تمام. فانت بتروح بقى بتنزل بزاويه الفا 3 تحت، دي الفا 3، تمام، وبترسم الاليمنت بتاعك، ادي الاليمنت بتاعه اهو. طبعا في الحاله دي هتبقى دي اسمها سيجما 1 اللي هي بتساوي سيجما 2، هنا في الحالة دي شير ستريس هيبقى شير ماكسيمم، صح؟ تمام كده. ده كده ايه؟ احنا كده خلصنا طريقة الاناليتيكال ميثود. طب طريقة الجرافيكال ميثود اللي هي مور سيركل هتعملها ازاي بقى؟ بص بقى، انت أول حاجة في مور سيركل انت لازم تحدد السنتر بتاعك، سنتر الدايرة، وبعد كده تحدد الراديوس بتاعك. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ يبقى نبدا نشرح كده ايه مور سيركل بتقول ايه. يبقى احنا هنخش على الجرافيكال ميثود. تاني طريقه الجرافيكال ميثود اللي هي مور سيركل. تمام، ايه بقى خطوات الحل بتاعك؟ هنكتب كده خطوات واحده واحده. ايه الخطوات بتاعتك؟ اول حاجه تعمل السكيل بتاعك، تظبط السكيل بتاعك على الكراسه بتاعتك. يعني مثلا انت بتتكلم على السيرسز بتاعتك مثلا 100 بي اس اي مثلا، فاكيد انت مش هترسم 100 سنتي، بتاخد السكيل بتاعك مثلا 1 ل 10 بحيث ان هي تطلع في الاخر ايه 10 سنتي، او خد مثلا 1 ل 20 بحيث ان هي تترسم 5 سنتي، تمام. يبقى احنا عندنا اول حاجه تشوز ذا سيتابل سكيل، ده اول نقطه. بعد كده هتحسب تاني حاجه تجيب ايه السنتر بتاعك. السنتر بتاعك ده بيبقى موجود فين؟ السنتر بتاع الدايرة، لوكيت ذا سنتر. السنتر ده موجود فين؟ السنتر ده بيساوي سيجما اكس بلس سيجما واي اوفر 2، تمام. طيب بعد ما حددت السنتر بتاعك عايزين نرسم راديوس. يبقى انت عندك اول حاجه اهو، انت خلاص عملت السكيل بتاعك وبعد كده حددت السنتر، ادي الدايره اهي، ادي السكيل بتاعك. بيبقى هنا عندك سيجما اكس، او دي سوري دي السيجما، دي النورمال ستريس، تمام، وادي هنا عندك التاو، تمام، وادي الدايره، خلاص حددت السنتر. الدايره عشان ترسمها محتاج ايه؟ محتاج سنتر والريديوس بتاعك، تمام. فانت محتاجين دلوقتي نجيب الريديوس. طب تالت حاجه، النقطه الثالثه هي ديترمين ذا
radius، اللي هو بقى بيساوي ايه الراديوس ده عند نقطة معينة اللي هي بتساوي سيجما اكس وتاو اكس واي. انت معاك السيجما اكس ومعاك تاو اكس واي، زي ما احنا قلنا انت عندك الايمنت اصلا عليه سيجما اكس والسيجما واي، تمام، وعندك هنا التاو اكس واي اهي، تمام. من السيجما اكس والتاو اكس واي هتبدأ تحدد الايه الراديوس بتاعك. يبقى انت هتتحرك سيجما اكس بكذا بالطريقة دي مثلا وليكن هنا، وبعد كده تطلع لفوق بتاو اكس واي وليكن هنا، يبقى انت حددت الراديوس بتاعك، تمام كده خلاص. طالما انت حددت الراديوس تقدر ترسم الدايره بتاعتك، تمام. اهو هترسم الدايره بتاعتك، هتروح تادي ادي السنتر وادي وادي الراديوس بتاعك، تروح ترسم الدايره، تمام. تمام بس كده انت حددت ايه، رسمت الدايره بتاعتك. طب هل انا دلوقتي انا خلصت كده؟ لا انا لسه مخلصتش. هعمل ايه بعد كده؟ ارسم الدايره. الخطوه الرابعه هي ترسم الدايره بتاعتك اللي احنا رسمناها. درو مور سيركل، تمام. بعد كده هتروح تحسب السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم، يبقى هتحسب او سوري هتقيس السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم. جيت سيجما ماكسيمم اند سيجما مينيمم. مين بقى السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم؟ هتيجي عند اخر نقطة في الدايرة هنا واول نقطة في الدايرة، اول ابعد نقطة واقرب نقطة، تمام. دي هتبقى بالنسبة لك سيجما ماكسيمم سيجما مينيمم، ودي هي السيجما ماكسيمم. جميل، تمام. بعد ما جبت السيجما ماكسيموم هتروح تجيب مين؟ التاو ماكسيموم رقم 6، النقطة رقم 6، هات جيت تاو ماكسيموم. التاو ماكسيموم هتطلع من عند السنتر هنا عمودي، ادي السنتر اللي احنا حاسبينه، هتطلع من عنده كده عمودي لفوق، تمام. وبعد كده تتحرك كده شمال وتروح تقرا، تاخد القراية بتاعتك من على مين؟ من على هنا التاو ماكسيموم، يعني النقطة دي هي تاو ماكسيموم، تمام. طيب احنا دلوقتي جبنا السيجما ماكسيموم وجبنا التاو ماكسيموم، او السيجما ماكسيموم منهم وجبنا التاو ماكسيموم، عايزين نحسب مين دلوقتي؟ عايزين نحسب الكورسبوندنج انجلز اللي هي الفا 1 والفا 3. الفا 1 هتجيبها ازاي والفا 3 هتجيبها ازاي؟ هتعمل الاتي، انت مش حددت النقطة دي اللي كان عندها ريديوس، دي النقطة دي اللي هي سيجما ماكسيموم و سوري سيجما اكس والتاو اكس واي، دي كانت عندها سيجما اكس والتاو اكس واي، تمام. هتيجي من ابعد نقطه في الدايره وتعمل كده اهو، تمام، من ابعد نقطه في الدايره هنا، وهتيجي توصل النقطه دي كده اهو، دي بالنسبه لك هي الفا 1، تمام. وتروح تقيس بالمنقله بتاعتك، هتيجي بالمنقله كده وتروح تقيس الزاويه دي قد ايه، وليكن احنا تقريبا هنا زاويه 28 تقريبا، ماشي. فدي زاويه 28، احنا قلنا ان هي الفا 3 بتساوي الفا 1 بلس اور ماينس 45. يبقى احنا عندنا هتروح تتحرك من هنا، هتيجي تقيس من هنا، ادي ده كده انت ده الزيرو، هتقيس من هنا 45 درجه، ادي ال 45 اهي، تمام. وتروح توصل من النقطه دي كده اهو، وتبقى دي بالنسبه لك هي الفا 3، تمام. كده احنا ما خلصناش لسه، هتحط بس ايه، هتروح تحط هنا الانكمنت بتوعك اللي انت رسمت عليهم، اللي هو اللي عليها التاو السيجما ماكسيمم. هنا هيبقى عندك سيجما ماكسيمم مينيمم، وعندك هنا مين التاو ماكسيمم والسيجما 1 وسيجما 2، تمام. واحنا قلنا الخطوه الاخيره اللي هو الفا 1، احنا دلوقتي جبنا خلاص رسمنا التاو ماكسيمم، تمام. اخر حاجة 7 هتحسب find الفا 1 and الفا 3 اللي هي بتساوي الفا 1 plus or minus 45 degrees، تمام. كده احنا ايه كده، ده كان شرح نظري كده للموضوع، او شرح كده عام للموضوع. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح ازاي نحل مسألة كاملة
على الانترنال هيستريسز، سواء بقى بطريقه الاناليتيكال او الجرافيكال ميثود. تمام.